طيب يا دكتور، بالنسبة قبل الحقن المجهري أنا عايز أحضر الست اللي هي موضوع الأدوية، تمام. فقول لي بقى إن أنا أعمل الخطوات إزاي، إن أنا بديها أدوية عشان أحضرها. طبعا الله ينور عليك، هو كل سيدة بتلاقي بروتوكول معين. تمام. في حاجة اسمها بروتوكول طويل مدى، في حاجة اسمها بروتوكول قصير. حسب على حسب السن يا دكتور، ولا على حسب؟ أيوه، على حسب سن الزوجة وعلى حسب قدرة الزوجة على التخصيب قد إيه. تمام. فهنا بنلجأ بنحدد للسيدة نفسها البروتوكول الخاص بيها في الحقن، في الادويه بحيث ان احنا كمان دلوقتي ونسبه ودرجه الخصوبه عند السيده من حاجات مهمه جدا. يعني في بعض التحاليل معينه هي اللي بتشدنا وبتعرفنا درجه الخصوبه عند السيده قد ايه، بحيث ان انا اقدر اخضع من خلال هذا التحاليل او هذه التحاليل الى ايه، الى نوعيه البروتوكول الخاص ب علاج الحقن المجهري. يعني حضرتك بتقول ان العلاج بيختلف حسب تحضير السيده قبل اللجوء للحقن المجهري. واحط السيده في مكانه معينه، وعشان كده اللجوء نسبه نجاح الحقن المجهري متى تنجح، امتى اصل، عشان اصل فكر ان اصل لنسبه نجاح الحقن المجهري جيد، لازم السيده تعد كل الخطوات اللي قلنا عليها كويس جدا، ولازم احضرها كويس واختار لها البروتوكول المناسب. البروتوكول المناسب مش شرط ان ادي السيده او استعجل عليها، لا بالعكس، ان انا ممكن اسيب السيده شهر وشهرين الى ان احضرها كويس جدا، عشان الحالات النفسيه اللي بتصيب السيدات بعد فشل الحقن المجهري، لو الناس ترى نفسيا بتبقى محبطه طبعا. لو الناس ترى مدى الزعل بتاعنا او بتاع الحاله نفسها لفشل الحقن المجهري، احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نصل لدرجه كبيره جدا من نجاح الحقن المجهري. عشان كده ما بنستعجلش على السيده في علاجها، مهم جدا ان انا ادي السيده وقت معين ووقت كافي الى ان تستكمل علاجها كويس وتستكمل فحوصاتها كويس جدا قبل اللجوء للحقن المجهري. طيب. وعندما احدد درجه الحقن المجهري للسيده، يبقى انا كده حددت البروتوكول والعلاج المناسب. سواء مش شرط، انا مش شرط ان السيده تاخد علاج، الشرط كله ان انا اجمع بويضات جيده. تمام. ان انا ادي السيده علاج كويس، اجمع بويضات انفع تنفع معاها في الحقن المجهري. ان اي مركز واي كيان واي فكر موجود، هو الفكر ازاي تجمع بويضات جيده. ايه اللي بيحدده؟ بيحدده دكتور يكون شاطر متدرب كويس جدا على ادويه الحقن المجهري، ويشوف بعض التحاليل ايه المناسب لهذه السيده. يعني ادي السيده علاجها كويس جدا، وابدا اختار بروتوكولها عشان اقدر في الاخر اجمع بويضات جيده تصلح لعمليه الحقن المجهري.